لنحكي أكثر عن الدراما السورية بشكل عام وعن مسلسل شبابيك بشكل خاص. معنا الصحفي عامر فؤاد العامر. رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك. كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا فيك عامر، يسعد صباحك. الله يسلمك عامر، كيف ملاقي لنا هالموسم وشهر رمضان المبارك والدراما السوريه لهالسنه؟ يعني هالموسم عكس ما كان في هيك توقعات تشاؤميه من قبل بعض الاشخاص بالبدايات، انه الموسم الجديد هذا الحكي طبعا كان بال 2017 انه ما حيكون في شغل، ما حيكون في اعمال، ما حيكون في شيء مميز او يتسلط عليه الضوء بشكل حلو. لا بالعكس، الحمد لله هذا الموسم فيه عدة أعمال سورية منشوف حالنا فيهم، خاصة ببصمة المخرج السوري. كنت امبارح كتبت مادي انه فعلا انه المخرج هو السوري كان قائد دفي ذكي بالمرحلة الحالية، يعني حتى بالأعمال المشتركة. تماما، سواء بالأعمال المشتركة كنت بدي أقول أو بالأعمال المحلية كده نتطرق عليها بأسئلتنا. عامر، رغم الحصار، رغم الأزمة، عم نشوف تنوع، عم نشوف، ما حنقول ضخامة، عم نشوف تنوع، عم نشوف العديد من الأعمال عم تحقق نجاحات. يعني شو السبب؟ السبب هو الدراما السورية هي أنشئت صلبة المنشأ هي وكان لها أساس، ولا شو الفكرة؟ لابد أنه في أساسات هي معتمدة عليها من البداية، يعني من بداية نشوء الدراما أو السكتش خلينا نسميه، قبل ما يكون في شيء اسمه مسلسل و30 حلقة أو أكثر أو أقل. البداية كانت من هون، من سوريا يعني. أو الكل بيعرف أنه تاريخيا أنه أول سكتش قدم بشكل أنه يعرض كفيديو هيك يعرض على التلفزيون هو سوري، كان الأستاذ دوري الحام هو السبب. ومن بعد اكيد كان في تجارب كثير مهمه لا وصلنا للمرحله الحاليه، بالتالي في اساسات مهمه مؤسسه عليها الدراما السوريه. ولكن بالمرحله الحاليه انا بقول الاراده، رغبه الشباب انهم بدهم يشتغلوا، بدهم يقدموا شيء مميز. يعني مثلا اليوم نحن موضوعنا عن شبابيك. تجربه شبابيك هي تجربه خاصه جدا، بانه الاستاذ سامر برقاوي مع الجروب العمل اللي عم بيشتغل هو وياه، السنه الماضيه كانوا عم بيفكروا انه نحن بدنا نقدم شيء لسوريا، شيء خاص عن سوريا، شيء بيشرف الدراما السورية أو بينقذ الدراما السورية من التراجع اللي كان بالسنوات الماضية. فكان هذا المشروع، وأنا ليش سميته مشروع؟ لأنه هو بهمة مجموعة كتير كبيرة من الشباب السوري. الحكاية السورية، المضمون سوري، الممثلين سوريين، بالإضافة إجا بعدين في ممثلين يعني من لبنان وعرب شاركوا معنا، بس بالنهاية هو مشروع سوري ولاقى إقبال، رغم أنه السنة الماضية عرض على محطة خاصة بشكل حصري، لكن سنة عم نلاقي انه في له اصداء، له متابعات، له ناس عم بتتابعه، وكل حلقة عم تعمل طابع شكل. فهو عمل حلقاته منفصلة متصلة، عمل بيحكي ان بكل حلقة فيه شيء جديد، حكاية جديدة لبطلين بنفس الاسم رهف وعماد، بيحبوا بعضهم، بصير في مشكلة او بيكونوا هن عم بيواجهوا مشكله وبنشوف كيف بنحلها. فذكاء الختام او ختام الحلقه هو مميز بالفعل عامر، يعني لأنه النهاية مفتوحة. مسلسل شبابيك نهايته مميزه عم تكون وغير متوقعه. تمام. يعني دائما مشاهد يتوقع الخاتمه ودائما بتمناها انه تكون حلوه، لكن او بصير في جدل عليها لانه غير متوقع. لا هون الحق مع عماد ولا مع رهف ولا غلط على الاثنين، يمكن ولا بتدور الاحداث يعني هي من بحلقات منفصله، يمكن بالدلاله على اسم شبابيك انه هو كل له قصة يمكن وهي بتدور بشكل منفصل. خلينا نحكي عن شبابيك بالذات، عن الشغلات اللي تضمنها، عن الدلالات والإشارات من طبعا. الاسم تضمنها هي. خلينا نبدأ بالاسم الشباك، بمعنى انه الكاميرا طلت من شباك احد البيوت السورية وعم تورجينا هاي الحكاية. الحكاية مثل ما قلنا عن حبيبين بنفس الاسم، ولكن الأبطال عم يختلفوا بكل حلقة. جمالية العمل ككل إنه دائما عندنا وجوه موجودة جديدة، يعني عدد كتير كبير من الفنانين والنجوم السوريين شاركوا بهذا العمل، لأنه كل حلقة حكاية شكل وكل حلقة ممثلين شكل، لكن الأسماء نفسها بمعالجة حلوة مختلفة قريبة لواقعنا السوري، بس بنفس الوقت بشكل معاصر، ما في شيء كتير بعيد عنا، وما في شيء كتير يعني كتير خليني أقول إنه صعب أو قاسي. هموم كل واحد فينا عاشها بتلامسه، فبالتالي مشان هيك يمكن المتلقي رغم إنه مر عام على على إنتاج العمل انه عم بيحبوا عم بيتابعوا. انا ملاحظ طبعا ردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الاشخاص اللي دائما بشوفوا انه شو عم تتابعوا، شو عم تشوفوا، شو عجبكم، فبتلاقي انه محافظين اسم الحلقه
الزائرة مثلاً أو عامر، يعني هيك؟ نحن رح ناخذ مع حضرتك اتصال من الفنان أيمن عبد السلام أكيد إيه لحتى طبعاً، هو نشوف بطل العمل أكثر تماماً بطل العمل شخصية ونشوف اشتغلت مشاركته بالمسلسل. بمسلسل شبيكي. سعد صباحك ورمضان كريم. صباح الخير ورمضان كريم عليكم جميعاً وعلى كل اللي عم تسمعونا هلا واللي وعلى ضيفكم الطبيب الغالي عامر كمان. عامر أكيد يسعد صباحك ورمضان كريم. يمكن أنت تصدرت البطولة بمسلسل شبابيك. خلينا تمام، خلينا نحكي كيف كانت هالتجربة وكيف كان العمل. هل حسيت حالك مختلف ولا قريب من هذا العمل؟ بصراحة فعلا أنا يعني كان لي تقريبا 9 حلقات مع الأستاذ سامر البرقاوي. نعم يعني بدي احكي عن ميزة العمل مع المخرج سامر بنقاوي. اول شيء هو انسان كثير مريح ومخرج قراءته كثير بشكل جيد، بيملك عين جميله، وهذا الشيء على فكره بينعكس على العمل ككل، وبيحفز الممثل للعطاء اكثر وللشغل بشكل اكثر واحسن. مثل ما ذكر الاستاذ عمر انه هو مشروع سوري، وحبيت فكره المشروع يعني لانه هو فعلا احنا كانت هي فكره مشروع مثل ما بدا مشروع فقع الضوء ولاقى نجاح كبير. هو مشروع سوري بيشترك فيه نجوم من سوريا وكمان من لبنان. حلقاته من منفصله، كل حلقه في حكايه فكره معينه يعني هذول الزوجين مشاكلهم. وما تطرقنا في هذا المسلسل عن المشاكل الزوجيه اللي لها علاقه بالصيانه او بالعقم يعني. دائما نحن بنشوف مسلسلات تماما خلافات زوجية فهو تكون محور الخيانة، يعني لا نحن كان عم بتدور عم نشوف تنوع بالفعل بالأفكار، يعني عم نشوف يمكن علاقة الأهل بالأطفال ومشاكل الأطفال ومشاكل اجتماعية ومشاكل زوجية، يعني في تنوع بالطرح. نعم طبعا، وكل حلقة شكل وفي حلقات كثير عميقة وفي حلقات كثير لايت، في حلقات ممكن تروح فينا للتاريخ لتاريخية، فهذا اللي عم بيكون هو عمل عن جد يستحق المشاهدة لأنه بيحمل حالة من الحنين لأجواءنا. هي عامر عم يقول لي انه بده يسالك وبده يصبح عليك كمان. بدي اقول لك يسعد صباحك استاذ ايمن. طيب شو اجمل لوحه اشتغلتها او اجمل؟ كثير امبارح المقال اللي منزله لانه في ذكاء عالي المستوى يعني. شكرا لك، شكرا لقراءتك كمان. سؤال هيك سريع بس، شو اجمل حلقه حضرتك اشتغلتها لقيتها انه حبيتها الناس ولامستك؟ والله عامر انا ما فيني اقول لك انه في حلقه بتتميز عن حلقه، كل الحلقات اللي انا شفتهم بشبابيك مميزين، كل شبابيك مميز، والحلقات اللي انا اشتركت فيهم كثير حلوين. هلا في حالي الحلقه الاخيره عملت هيك نوع من الحنين لكل السوريين اللي كتبها الاستاذ باسم فلكه بعنايه فائقه، هو نفسه كمان كتب الدائره. كانت رائعه، كانت بطوله القديره والكبيره منى واقد والقدير الاستاذ حسن عويدي. كانت حلقه بتمنى العالم هيك تحضر للاخير وتحضر الحلقه الاخيره. بس فعلا كل الحلقات اللي شاركت فيهم يعني من عشاء الوداع للهجره للتابع، يعني شو بدي احكي لك؟ يمكن ايمن تمام، حلقات مميزه، حلقات كثير حلقات في افكار جديده. هي عمير عم يقول لنا الهجره كمان. ايه الهجره طبعا بنسال عنها. هي يعني فيك تعتبريها 30 فيلم، 30 فيلم قصير يعني فينا نعتبر انه هي مو بس تماما. تمام، يمكن ايمن دائما الممثل او اللي بياخذ دور بطوله بس يقرا النص بس يحس فيه ويحبه بيبدع فيه. خلينا نسال قديش مهم النوع اكثر من الكم، قديش مهم يكون في نوعيه اكثر من الكميه، وهل شفت بشبابيك هالتميز وهالنوعيه؟ هلا هذا الطبيعي يعني نحن كممثلين اللي بنحاول نشتغل عليه، يمكن بدايتنا اشتغلنا كم كبير لحتى نقدر نتعرف على الوسط بشكل عام، لانه نحن خريجين مسرح فلازم نشتغل كل شيء لحتى نقدر نتعامل مع الكاميرا. بس طبعا انا وقت صارت الفرصه يعني صارت الفرصه انه انا اكون بموقع اني اختار، فانا الحمد لله كنت عم بعمل عمل واحد فقط، عمل افضل الاعمال يعني عم حاول اختار انه افضل الاعمال اللي طرحت علي
بشكل عام. فهو طبعا النوع هو اللي بيعطيك دايما الخصوصية، هو اللي بيعطيك دايما التميز والتطور. وان شاء الله اكون انا عم اكون موفق في خياراتي يا رب. ممكن إن شاء الله. مرة مثل ما بيقولوا الانسان بيكون موفق، لانه ممكن احيانا هيك انت تكون حاملة على عمل انه هو كثير مهم، بس الحمد لله لهلا انا كثير كنت موفق في خياراتي. ان شاء الله ان شاء الله اكيد رح نتمنى لك كل التوفيق. عامر كمان بدي اسالك شيء سؤال. انا بدي اتشكر حضورك معنا اليوم، يعني عن جد دايما وجودك كلامك بيغنينا. شكرا لحضورك، ونتشرف دايما انك تكون يعني نجم لامع وحاضر معنا وعم تتعامل معنا بكل تواضع ومحبه. شكرا لك استاذ ايمن. بدي اشكركم كلكم، بدي اشكر الاستاذ تامر برطاوي وكيف كتاب شبابيك وكل العالم. اكيد بوجه له التحيه. استاذ ايمن، نحن سريعا حابين نعرف شو مشاريعك يلي عم تحضر لها هلا. لا مشاريعي اللي عم حضر لها هي انه عم بعمل رياضه، ما في ولا اي خبر. بتعرف رمضان الواحد بيقعد مع الاهل مع الاصدقاء هيك راحه، مسافر فترات بسيطه، اما هلا ما في اي تحضير. ان شاء الله بعد رمضان ببلش التحضيرات ببلش الشغل، وان شاء الله السنه الجايه واضح انه رح تكون اقوى واهم واحسن، لانه بلشت دراما سوريا بتنفع انه هي دائما. أكيد كل التوفيق لك أيمن، إن شاء الله نشوفك بأهم الأدوار وأهم الأعمال. رمضان كريم عليك وعلى العائلة. أهلا وسهلا كريم أستاذ عامر وعلى كل جروب العمل معكم. يسعد صباحكم ولكل اللي عم بيشوفونا. يسعد صباحك وكل التوفيق لحضرتك عامر. يعني بالفعل شبيبيك عم يترك بصمه وحضور حاببت اليوم العالم عبر الشاشه. حتى انا حبيت انه يكون اول عمل نحكي عنه. تماما. كمان شو مخبي لنا اخبار عن بعض المسلسلات اليوم يلي عم تكون ضمن السباق الرمضاني؟ تمام، اعمال كثيره عم تنعرض، ما الواحد بيقدر يتابعها كلها، بس عم حاول جهدي انه يعني تابع بالمجمل. لكن هيك حبيت بما انه الشبابيك هو اليوم الخبر الرئيسي، خلينا نفوت هيك على اخبار سريعه وملاحظات سريعه بتشمل الاعمال اللي شفناها، ولاحقا رح نكفي ان شاء الله فيهم كلهم. كان في حضور حلو لمسلسل فوضى السنه. فوضى يعني بدي اقول عين الكاميرا عند الاستاذ سمير حسين كانت كثير شاغله بشكل فني واحترافي، بالاضافه للمساحه الحلوه اللي اعطاها للممثل بحريته، عنايه بحركه الكاميرا وبالشكل الفني، بالاضافه لحريه تعامل الممثل مع الكاميرا. ملاحظه كثير هيك حسيتها بالحلقات الاولى، واتوقع انه هذا هو الستايل او النموذج او التيب اللي استخدمه الاستاذ سمير بالمجمل. كمان عندنا مسلسل هيبي بشكل شعبي كثير عم يتابع، وحقيقه الجزء الثاني افضل بكثير من الجزء الاول، يبدو في تفاصيل كثير معتنين عليها، سواء بتفاصيل داخليه كانت داركوا الشغلات عند المخرج الممثل داخليا والتفاصيل. لكن يمكن عمر في بعض يمكن النقد يلي توجه لهالمسلسل هو العوده للخلف والبدايه كيف وصلت الهيبه لهون وكيف وصلوا الشخصيات لهون. هذا يعتبر يعني سلبي بالنسبه لهالمسلسل ام ايجابي؟ لاول مره هاي العوده للخلفيه مثل حركه مفاجئه مباغته، يعني كل الناس دائما بتتوقع انه بده يكون عندنا شيء لقدام للمستقبل، انه شو بده يصير بالجزء الثاني. هون كانت المفاجاه انه لا، الجزء الثاني عم يحكي عن ما قبل الهيبه بالجزء الاول. هي حركه ذكيه، بالعكس هي فيها نوع من الفنيه واضافه للاختلاف كمان. تماما، هي حاله اختلاف. انا بالنسبه لي بشوفها يعني شيء ايجابي، بدليل انه كمان من الاعمال اللي كثير عم تتابع بالفتره الحاليه. في لغه سينمائيه جديده عم يشتغل عليها الاستاذ سامر برقوي، يعني انا بدي اقول انه لا، بعطيه علامه ايجابيه هلا ضمن الحلقات الاولى اللي حضرناها هون للهيبه. يعني الاعمال المشتركه يا عامر، مثل ما بنعرف انه نحن الاعمال السوريه هي ما بدنا نحكي كثير عن حالنا وعن اعمالنا، يعني هي معروفه عبر الشاشات ان كانت اللبنانيه ان كانت المصريه وحتى الخليجيه. الدراما السوريه هي وصلت للقمه، يمكن بفتره من الفترات صار في حولها نقد يمكن برمضان السابق، ولكن الدراما السوريه اساساتها ثابته، ان شاء الله ما بتتزحزح. الاعمال المشتركه انت كصحفي شلون بتلاقيها؟ وهل بتلاقيها بتضيف لنا ولا نحن بنضيف لها؟ هلا بالنسبه للتراجع، التراجع بلش من 2011 بصراحه، ولازلنا بالمرحله اللي ما قدرانين نكون بالقمه مثل ما كانت الدراما السوريه سابقا. تماما.
انا بشكر جهود المخرجين اللي عم بيحاولوا انه ما يتخلوا عن هاي الحضور وهذا وهي الايجابيه اللي وصلت لنا اياها الدراما السوريه واللي صارت تعبر عن سوريا بطريقه كثير راقيه وحلوه. رايي انه هي حاله ايجابيه انك انت تجمع وتزاوج بين ثقافات متشابهه بس انك عم بتقرب فيها وعم بتجمعها، هي حاله ايجابيه، لكن اذا استغلت بطريقه سلبيه اكيد رح يكون في امتهان معين للحضور هذا اللي نحن دائما بنحاول نحافظ عليه على جوهريته على على جماليته او على تاريخه، ممكن يكون في نوع من الازعاج او خلينا نقول التشويه، لكن انا برايي الاساس بيضلوا ثابت. يعني خلينا ننتقل لمسلسل طريق، مسلسل طريق فيه بطلين، النجم الكبير العربي عابد فهد وبالإضافة النجمة اللي صنعت خلال فترة الحرب اللي هي نادين جيم. ما عليه، خلينا نكون منطقيين وواقعيين، في فرق كتير كبير بالأداء بالأسلوب بطريقة التمثيل، أدوات مختلفة تماماً. صحيح. الاثنين أبطال أوكي، بس نحن تمام عين المراقب وجمهورنا ما هو جمهور عادي بيراقب بذكاء، فما فيك تقولي إنه نجومية عابد فهد مثل نجومية نادين جيم، فبالتالي بنضل نعول على القوة الموجودة عندنا، يعني في ركيزة، في أساس، في ناس تعبانة على حالة مظبوط وبتحب شغلة بشكل كتير كبير، خاصة بالأعمال المشتركة عم تكون البسمة السورية هي الأكبر والواضحة أكثر. نحن عامر خلال شهر رمضان رح نكون معك بحلقات مقبلة ونحكي كل مسلسل على انفراد. نحن كتير نشكرك على وجودك معنا اليوم الصحفي عامر فؤاد عامر. وأنا بشكركم، كان لازم يكون معنا الأستاذ سامر برقاوي بالتليفون أكيد، ولكن حاولنا الاتصال فيه ولكن يمكن هو بفترة استراحة بخارج التغطية كان الخط. كان نتمنى يكون معنا عبر وإن شاء الله بالمرات الجاية رح نحكي أكثر بتفاصيل عن هيك الأعمال السورية اللي عم تنعرض وتنشاف. شكرا أكيد. لكم شكرا لك، بالتوفيق لك عمر، الله يسلمك.